اتفضل يا احمد. انا شايف ان اوروبا دارت النافعه يعني دلوقتي بصراحه، كمان انت بعد ما خدت بطولتين دوري ابطال افريقيا وخدت برونزيه المونديال مرتين، كل الفرق بقت بتلعبك ال 150%. يعني سان داونز بيلعبك ب 150% بتاعه، فرقه الهلال السوداني بتلعبك ال 150، كل الفرق عايزه، انت جايه بتلعبك ان انت البطل. فانت برضو الدوافع، عمليه تجديد الدوافع دي مهمه. النهارده اللعيبه حققت كل حاجه، الجهاز الفني محقق كل حاجه، فانت ازاي بتجدد الدوافع بالخساره دي؟ الخساره دي عشان كده قلت رب ضاره النافعه، ان الخساره دي تفوق اللعيبه، تفوق الجهاز الفني برضو، تفوق كل الناس الموجوده، ان انت لا انا لازم اعوض الخساره دي، لازم. حتى موسيماني راح قايل ايه؟ انا لما اروح صن داونز في جنوب افريقيا انا بفكر اكسب. فبدا النغمه تتغير. ان لكن طبعا كلنا زعلانين، احنا ما خسرناش على ملعبنا في استاد القاهره من سنه 2016 بعد 35 مباراه، يعني حاجه اكيد تزعل شويه، ولكن ان شاء الله نبني ان انت في الفتره دي لسه قدامك 3 مباريات في القاهره ولسه عندك فرص كتير، ولازم تحافظ ولازم تنسي بقى الجمهور بكره ان شاء الله الهزيمه دي بان انت تكسب باذن الله مباراه فاركو. يعني لا، وماتش بكره فعلا يعني انا في وجهه نظري ده بدايه التركيز في مشوار الدوري، ان احنا فعلا زي ما قلنا يا كابتن اسلام عايزين نتعلم من اللي حصل السنه اللي فاتت، شيء مهم جدا. احنا بنلعب بطولات مختلفه ورا بعض وساعات بيحصل حاله من عدم التركيز، فاحنا مهم جدا جدا ان احنا نفهم بطوله الدوري تحسم في مباريات مثل مباريات فاركو وليس في مباريات الزمالك او بيراميدز مباشره. في الاخر مباراتين نادي الزمالك هم بست نقاط، مباراتين نادي بيراميدز اللي ماشي بشكل ممتاز في سواء في الدوري او سواء في الكونفدراليه، والكابتن ايهاب جلال معاه فرقه فعلا واضح ان هي نفسها طويل السنه دي عن السنه اللي فاتت. في الاخر دول ماشيين بست نقاط، ولكن احنا السنه اللي فاتت الدوري راح مننا بالاساس بسبب المباريات المتوسطه، وتاني بعيدا عن يعني ملف التحكيم اللي اعتقد هنتكلم فيه بعد شويه.